وزير يؤمن بأن الهدوء يغلب الصخب. حول وزارته إلى التواصل العقلاني لإدراكه بأن الحوار يأتي بالنتيجة الأفضل. إعلامي وسياسي ناشط ومناضل في سبيل الحق، طبع اسمه بالمصالحة المسيحية، لكنه بالطبع يتطلع إلى مصالحة المجتمع مع الوطن. الوزير ملحم رياشي، تفضل. صحافي وباحث، مجمل كتاباته عن الوضع السياسي بالشرق الأوسط، لكنه خصص اسم كتير منا ومن سيرته المهنية لشؤون المجتمع وهمومه. بدي أقول لكم شيء تاني غير المكتوب هون. هيدا الزلمة عصامي وعمل حاله بحاله، وكان العصامية إحدى ميزاته، لأنه كان قدر وصل لموقع مهم من كقائد من قادة الرأي العام، وبذات الوقت قدر يساعد عائلته وأهليته بالوقوف على إجريهم. السبب الثاني والمهم أكثر من أنه عصامي، أنه خبير بعلم الخبر وبيعرف يطارد الخبر ويلحقه، وبيعرف يقول اللي بده يقوله وقت اللي لازم يقوله، ويقول أسرار ليل كتير اللي بيقدروا يحصلوا عليها ويعرفوها. والسبب الثالث اللي بيخليه يستحق الجائزة أنه بيعرف يشوف، وبيشوف كتير منيح، لدرجة أنه ذكرني بقول محمود درويش: لم أعرف من باع الوطن لكني رأيت من دفع الثمن. سيمو أبو فاضل، Public Awareness، تفضل. بدأت مسيرتي الإعلامية بسنة 1990، كنا بمرحلة تحولات سياسية جذابة، واستمرت بهذا المجال إلى حد أنه أسس موقع الكلمة أونلاين. طبعاً الموقع هو موقع مستقل، وكمان هذا بيعطيني استقلالية وهامش أكثر. بنحب نركز طبعاً على الموضوع السياسي، بس بمحل معين بنحب نركز على وجع الناس. بكلمات قليلة بيختصر مؤسس ورئيس موقع الكلمة أونلاين الصحافي سيمو أبو فاضل مسيرته بعالم الإعلام، واللي شكلت نقطة تحول بحياته وحياة كتار غيره بعد ما أصبحت صفحات هالموقع مراية بتعكس قضايا الناس وهموم وأوجاعهم الحياتية والاقتصادية. بالإعلام في مجال لإضاءة على الواقع الاقتصادي والانعكاسات السياسية عليه، لأنه تحسن الوضع السياسي دغري بينعكس أنه صار في إنتاج، صار في نمو، صار في مجالات عمل. من هيك دوات على مواضيع اقتصادية، اعتبرت أنه وجع الناس بيتعالج من خلال إعطاء الإطاعة الاقتصادي أهمية. في أمل بالبلد بعد، في إمكانية، إنما كمان على القوى المسؤولة هي تلعب دور وتأمن حماية للمجال الاقتصادي. أنا واحد من مجموعة أشخاص نسمع صوتهم، ويمكن وصل صوته. من هيك يعني أنا اليوم موجود هون، إنه أنا مواطن لبناني، عندي عائلتي، عندي أولادي، بدي أعمل حساب كيف بده يستمروا بالبلد. من هون بنطلق من هالمواقف، إن كانت يعني سياسية خلفية أو اقتصادية، من باب كيفية الاستمرار بهذا البلد وتأمين عيش يعني مناسب لأبناء البلد. الكلمة أونلاين موقع إخباري تخطى دوره بنقل الخبر ليصبح مساحة للكلمة الحرة، واللي بتعكس دور الإعلام بالتوعية المجتمعية بعيداً عن الضغوطات والمغريات الحياتية. مساء الخير. أول شيء مش عارف لمين بدي أتوجه بالشكر، إذا لست فيوليت وأستاذ مارون
هالخطوة اللي عم يعملوها، اللي عم شفت بعض الوجوه وبعض المؤسسات اللي مطلوب دائماً تشجيعها وإعطائها دور واهتمام وإظهارها أنه هي قادرة تلعب دور بالمجتمع. اللي عملوه هو خطوة طبعاً هي على حجم دولة، من هيك بدي أقول لهم تهانينا. النقطة الثانية بشكر اللجنة اللي اختارتني من بين بعض الوجوه. النقطة الثالثة مع الوزير بشكرك كثير، حملتني كثير هالقد. مش رح طول، أنا بدي أقول بس تحية للجميع، تحية للناس اللي بيأمنوا بالكلمة الحرة بالكلمة المستقلة. اسمحوا لي أقول تحية لروح والدي اللي هو علمني أنه الكلمة والقلم هو سلاح الموقف، والسلاح الموقف هو بالكلمة والقلم مش أكثر من هيك. وكمان بالعودة للجذور بدي أقول في البدء كان الكلمة والكلمة صار بشرا. بدي أقول لكم بعد شغلة، تحية لكل شخص، كل لبناني آمن بالصحافة المستقلة المنحازة للبنان، لبنان اللي فيه رفات شهدائنا، فيه رفات أهلنا، اللي بدنا إياه واحد أمان واستقرار، طيب أولادنا فيه ما تبتلعون الغربة، وشكراً.